السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة الرابعة أو المحاضرة الرابعة في شرح برنامج الفلان سويفت. كونا بالمحاضرة السابقة كونكريت الرافت. طيب، إذا أردنا نكون الكونكريت السلاب أو سلاب كونكريت، شو نسوي؟ أي جزء إنشائي راح نكونه يفضل استنساخ جزء إنشائي تم تكوينه سابقا، مثلا بالنسبة لحالتنا هو الكونكريت رافت، استنسخه وأكون الجزء الإنشائي الجديد. رايت كليك كوبي ثم رايت كليك بيست، راح ياخذ نفس الاسم، دبل كليك عليه، نفتح الـ Properties وبعدين الـ Advanced. أول شيء راح أغير الاسم مالته، أقول Slab، راح أحوله إلى Slab. طيب الشيء الثاني اللي هو الـ Type of Item، دبل كليك عليه وأغير هذه الخيارات، أسويها مثلاً RCC slab post tension slab و slope slab وكذلك ممكن drop slab. أضغط OK، لكن أخلي السلاب بعد شو راح يصير عندنا مثل ما تشوفون هنا اختار البوست تنشن مثلا سلاب، راح يتغير اسمه الى بوست تنشن سلاب ونفس المتغيرات. طبعا مثل ما تعرفون هو طبعا السلاب هو نفس فكرة الرافت، لكن الفرق بالقالب، القالب الشترينج البوستنشن او الار سي سي سلاب راح يحتوي تحته على قالب، بينما الراف فاونديشن او البايل كاب ما يحتوي على شترينج تحته. البوستنشن سلاب والار سي سي سلاب يحتوي على شتر تحته قالب، والرافت ما يحتوي على قالب تحته، انما الرافت يكون مباشرة على البلاندينج. طيب هنا اللي دي نحس به هو الكونكريت بالصورة عامة، يعني بحالة إذا أعطينا المقاولة هذه ننطيها بالكامل، الكونكريت صب الكونكريت الشترينج الستيل فيكسينج كلها إذا نعطيها المقاول واحد. لكن في حالة إذا كنا إحنا اللي راح ننفذ هذه الأعمال وريد نفصلها أكثر، شنو اللي راح نسوي؟ اللي راح نسوي ما يلي. أولا نقول بس هذا البوست تنشن سلاب نحذف الجريد، نحذف الجريد منه، ديليت أوكي. بوست تنشن سلاب شو يحتوي؟ يحتوي على الكونكريت أو قبله، يحتوي على القالب وعمل القالب، ويحتوي على الحديد، حديد التسليح وعمل حديد تسليح الحدادين، ويحتوي أيضا على الكونكريت وفريق صب الكونكريت. إذن راح نضيف ماتيريال تحت هذه الكوانتيتي اللي حسبناها، ماتيريال الشترينج راح تاخذ ارقامها من البروبرتي هذا اللي كوناه او هذا الايتم اللي كوناه او هذه المساحة اللي كوناها، راح تاخذ من احد المعلومات، راح ناخذ من المعلومات ونحسب الشترينج، وراح ناخذ من المعلومات ونحسب الحديد التسليح، ناخذ منها معلومات ونحسب ايضا الكونكريت، كمية الكونكريت.
نخلي بالنا مسألة، إنه الماتيريال اللي راح ندخلها وكذلك حتى الإكوبمنت إذا احتاجين إكوبمنت، وحتى كذلك الليبرز اللي راح ندخلها، كليتها راح تاخذ معلوماتها من هذه المساحة. بمعنى إنه لما نضيف المساحة، خلي نطبقها، يعني خلي نطبقها حتى تكون أوضح. مثلا هنا عندنا كونكريت، كونكريت مثلا فوتينج، مثلا رينفورسمنت، رينفورسمنت هذه ناخذ الواير مش، او لا مو واير مش، ناخذ مثلا الريبار العشرة هذا نخليه تحت البوست تنشن، نقول اوكي هذا صار تابع. مثلا ايضا راح يكون تابع ايضا، نضغط اوكي. هذا بالنسبة للرينفورسمنت. بالنسبة للكونكريت سلاب، كونكريت ايضا نخلي تحت. طيب هنا نسوي بعض التعديلات. الويست يسألنا، الويست نختار 10%. بالنسبة للثيكنس نغير الوحدات إلى سنتين، ونختار 30 سنتين أو أقل أو أكثر. خلاص. والبرايس ممكن نضيف البرايس اللي هي نقول 80 دولار، نضغط اوكي. طيب نروح ونرجع، طبعا نحذف جديد يس اوكي، نروح على ماي تايك اوف. مثل ما تشوفون هذا او هاي المساحة، راح نستخدم هذه المساحة بوستنشن سلاب. نضغط على ريكورد، شوفوا لما ضغطنا على ريكورد راح تطلع عندنا البروبرتيز التابعة للبوستنشن سلاب الاريا، هذه الاريا ما راح يطلع عندنا اي شيء متعلق بالماتيريال. الماتيريال راح تاخذ معلوماتها من البوستنشن سلاب. من خلينا نشوف اوكي، نضغط اوكي ونرسم هذا المسار. مثل ما تشوفون هنا أنا طلع عندي حجم، كنت ماخذ حجم، فالحجم عندي 76 سنتيمتر. الماتيريال اللي بداخلها بالنسبة للرباط طالع عندنا 106، والستة والعشرة 106، والكونكريت طالع عندنا 4 كيوبيك يارد. طبعا وحدات اليارد والفوت والانج. زين، هذا يعني على اي اساس طلع هذا الرقم؟ دبل كليك عليه وخلينا نشوف. من الادفانس، من الادفانس الكوانتيتي، كوانتيتي شو تساوي؟ تساوي راوند اب، يعني حوالي، يعني ياخذها الاقرب رقم صحيح بدون كسور. راندا اريا، هذا الاريا مين ماخذها؟ الاريا هذه ماخذها من هنا، من هذه الاريا. زين، هذه الاريا مين ماخذها؟ هذا القوسين داخل من هذا النقطتين، معناها انه ياخذ الاريا اللي تابع لها. هو المن تابع الماتيريال، تابع للبوست تنشن.
للبوست تنشن تابع. اوكي، فهذه الاريا ماخذها نفس اريا البوست تنشن. اذا الماتيريال التابعه للاريا اللي فوقها راح تاخذ معلوماتها من المساحه اللي تابعه لها. وبالتالي اذا اريد اكون اي ماتيريال، اذا اريد اكون اي ليبر، اذا اريد اكون اي شيء يعني من ضمن المساحه المحسوبه، ايش لازم اسوي؟ لازم اخلي بحسابي انه الداتا انتري الداتا اللي راح اخذها من المساحه التابعه لها. يعني مساحتنا في حالتنا هذه هي مساحه البوست تنشن او حجم البوست تنشن او طول البوست تنشن، طول اللينير او الكاونت الى اخره التابع البوست تنشن. مثل ما هنا شوفون الاريا ماخذيها، ماشي اوكي، الاريا اللينير لحظة مثل ما تشوفون الاريا ماخذها 76، اللينير توتال ماخذها كم؟ 35. هاي اللينير توتال اللي هي مين ماخوذة اصلا من البوست تنشن، وكذلك السيجما كاونت هي 4 والبوينت كاونت هي 4، سيجما اكاونت هي 4 اضلاع 1 2 3 4، النقاط هي 4 1 2 3 4، الكاونت ايضا البوينت كاونت ايضا الاركان هي 4، والسكشن كاونت هو 1. ف المفروض افكر يعني لما اسوي البوست تنشن او هذه الاريا افكر بما تحتويه من ماتيريال من البدايه، وادرج اي شيء احتاجه بانشاء هذا الماتيريال ادرجها وين؟ ادرجها بنفس البوست تنشن. طيب اضغط اوكي، اروح للتمبلت، امسح Particle Delete، امسح للبروبرتيز. طيب هسه اللي اريد اسوي اضيفه للبوست تنشن اول شيء اللي هو شنو؟ القالب. طيب القالب هل احتاج قالب الاسفل بس لو احتاج الجوانب؟ طبعا حسب يعني حسب المقاولة، حسب يعني طبيعة المقاولة، حسب الفريم اللي راح نشتغله. ممكن إذا مثلا الفورم وورك اللي راح نشتغله مثلا شركات مثل دوكا أو ثيري أو أي شركة ثانية تكون غالية القالب مالتها، الشتر الجانبي يكون ممكن أرخص إذا كان مثلا شكله كيوبيك أو شكله مربع، إذا كانت بأقواس كثيرة، يعني حسب. أنا إيش راح أسوي؟ راح أعتبر إنه المساحة هي مساحة القالب هي مساحة البوست تنشن السلاب، مساحة السلاب زائدا مساحة الجوانب، وهذا حسب مثل ما قلت حسب الاتفاق. طيب لإضافة item أو part داخل البوست تنشن ممكن اختار من النيو بارت، اضغط عليه، اضغط اختار بوست تنشن، بعدين اضغط سب ايتم راح يكون تحت الشنو؟ تحت البوست تنشن. طيب هذا شنو راح يكون اسمه شتر. طيب شترنج اوكي، الشتر هنا بهذه حالتنا راح ياخذ المساحه من البوست تنشن. طيب الكوانتيتي ايش راح تساوي لنا؟ هل تساوي تيك اوف؟ ما عندنا تيك اوف، راح تساوي لنا المساحه اللي هي
خلي نفس القوس نفس الجارية نفس القوس، بس المساحة لا، راح نساوي لنا أيضا اللينير توتال اللي هو محيط هذه المساحة في ثكنس الصبة، قوس ثم نكتب لينير توتال في سمك الصبة، سمك الصبة أو الدف. عندنا الدف، خلينا نشوف عندنا شيء متغير اسمه الدف ما عندنا. زين عندنا الدف احنا بالبوست تنشن، خلينا نشوف عندنا الدف المفروض عندنا، نعم هذا الدف، هذا الدف طبعا هذا متر كثير 23. طيب هذا الدف، اذا راح اخذ هذه القيمة واخليها من ضمن الشتائم، اضغط اوكي، دبل كليك ادفانس لينير توتال في شنو في الدف. زين الدف ثاني موجود عندي هنا، فاضيف حقل بهذا المكان بالتيك اوف داتا وهي تكنيك سوري اروح الى add property، من add property شو اكتب؟ اكتب depth، depth هو شنو؟ number لو text؟ لا هو number. input لا طبعا ما اي input بالماتيريال، ما اخلي اي input. طيب اوكي زين هذا depth من ياخذ المعلومات؟ ما هو شو يساوي؟ يساوي افتح قوس اكتب هذا need to dot، اسد القوس يعني راح ياخذه من البيرنتس، راح ياخذه من البوستنشن اللي هو تابع له، ومثل ما تشوفون هنا مقاول. تشوفون هذه الايرور اللي تطلع لنا، هذه الايرور اللي تطلع لنا لان انا بعد ما اكمل المعادله هنا، فبس اكملها اكتب قوس دف سد القوس بعدين سد القوس هسه شنو الاريا؟ هذا الكوانتيتي هو اريا طبعا هنا أنا في او عذرا زائد هنا اريا زائد اللينير توتال في الدف، نضغط هنا راح الايرور ارتفع عندنا الايرور اوكي نشيك هل عندنا ايرور ثاني؟ ما عندنا اي ايرور. طيب هنا الكوانتيتي هذه باي وحده تقاس؟ تقاس بالسكوير متر، ورجاء ان ننتبه على الوحدات، هذا بالسكوير متر اريا هي بالسكوير متر، لكن كتبناها او ما كتبناها ما راح تفرق عندنا، لكن هنا المهم انه هذا بالسكوير متر، نضغط اوكي ونروح نجرب. دائما كل ما نكمل كل ما نكمل يفضل ان نجرب، كل ما نكمل مرحلة يفضل ان نجرب هذه عملها. طيب هنا الديف بوينت 3 مثل ما كتبنا اوكي، خلينا نشوف اوكي ونحدد البوست ميشن زين. هنا الشتر طلع عندنا جد مساحته، مساحته 75.6 سكوير متر. طيب البوست ميشن هنا طلع عندنا 22، شنو هذا 22؟ هذا حجم، يعني قبل قليل قلت هذه مساحة لا هي كانت حجم، هي كانت حجم احنا معرفينها كحجم، لكن كانت مساوية المساحة لأن كانت ثيكنس مالتها 1 متر فكان يساوي المساحة. إذا ضغطنا هنا عليها ورحنا للأدفانس وشفنا الكوانتيتي، راح تكون الكوانتيتي شنو هي؟ شو يساوينا؟ التيك اوف هذه المحاضرة السابقة وهي بالكيوبيك متر، بالمتر المكعب،
وهنا ايضا بالفوليوم، تيك اوف مالتنا اخذناه بالفوليوم بالحجم، اذا التيك اوف بالفوليوم والكوانتيتي بالفوليوم والكوانتيتي بالفوليوم. طيب اضغط اوكي. فهذا حجم. على كل انتهينا من الشاترنج. طيب ارجع للتابلت، اضيف شيء ثاني. شنو اللي اضيفه؟ اضيف الان حديد التسليح، نسبة حديد التسليح. اضغط هنا فورس تنشن، بعدين اضغط نيو ايتم فورس ستيل. طيب ستيل راح ياخذ ايضا نفس الامور، راح ياخذ الحجم او راح ياخذ الاريا او راح ياخذ اللينير الى اخره. انا ايش احتاج بالحديد التسليح؟ احتاج نسبة مئوية، غالبا ما تستخدم هناك نسب مئوية، نسب مئوية لحديد التسليح لكل متر مكعب. فاحتاج الفوليوم هنا. اما انه اغير وحدة من هذه الخواص الى فوليوم، او استحدث هنا new property اكتب فوليوم ثم add اكتب نقطتين. طيب واسجل هنا أنا اكتب شنو فوليوم فوليوم خليها بين قوسين فوليوم، قلنا هذا ستيل نسبة مئوية. طيب في النسبة المئوية هل اكتبها مباشرة هنا في نسبة التسليح؟ يعني لو اخذها من البوست تنشن، خلينا نشوف، خلينا نشوف البوست تنشن عندنا نسبة تسليح، هل عندنا نسبة تسليح؟ سقالي يقول نضيف، ليش ما نضيف للحديد التسليح نسبة الحديد التسليح؟ المفروض نخليها للماتيريال، لا نخليها بهذا المكان، لان اصلا ما راح تطلع لنا دايلوج بوكس او هذا او هذه الفورمه ما راح تطلع لنا، عذرا هاي الفورمه الستيل ما تطلع لنا شيء اسمه فورمه ستيل. الفورمه اللي راح تطلع لنا هي فورمه البوست تنشن، عليه رايت كليك هنا انا عذرا اد بروبرتي وشكتب اكتب ستيل ستيل بيرسون، تنسخها كوبي اوكي. حتى اذا اضيف نسبة مئوية افضل كوبي، ثم طبعا هذه انبوت لازم انبوت لازم اخليها مدخل من المدخلات اوكي. اضغط اوكي، هذا بيرسنتج الوحدات مالته اخلي بيرسنتج اوكي، والرقم مالته اخلي له فشي ديفولت. بالنسبة للسلاف يعني تقريبا 90% كيلو غرام لكل متر مكعب. بالنسبة للبوست تنشن راح تكون هواي نسبة اقل، ممكن 20 كيلو غرام للمتر المكعب، ممكن متأكد. طيب واتأكد من الفوليوم، اخذ هذا القيمة اتأكد من انها موجودة. طيب اضغط اوكي، ارجع هنا أنا. لازم يكون تحت البوست تنشن، هو الان مو تحته، فاختاره وبعدين من هذه الاسهم اضغط فيكون تحت البوست تنشن. ارجع دبل كليك ادفانس، ثم هنا أنا اضيف نيو ايتم، وش اسمي؟ اسمي ستيل بيرسنتج، اضغط اوكي واخلي القوسين، القوس والنقطتين اسد القوس
يعني راح ياخذ هذه القيمه من نسبه الحديد التسليح اللي بالبوست تنشن. تمام، بس اعدل. هنا أنا أكتب الوحدات مالتي هي نسبة مئوية. أوكي، طيب هسه ال quantity هي شنو؟ شو تساوي لنا؟ هي الحجم في شنو؟ في steel percentage drag and drop. وقلنا الوحدات مالتنا شو راح تكون؟ شو راح تكون؟ راح تكون بال كيلوغرام. اوكي، الوحدات مالتنا راح تكون بالكيلوغرام. انتبه لهذه المسألة. اضغط اوكي، اروح اجرب، اختار، احذف مرة ثانية، ريكورد نسبة حد التسليح. وين ظهرت عندنا نسبة حد هذه ستيل برسنتج 20%. اوكي، حدد نقطتين. اوكي، شنو اللي طلع عندنا؟ الحجم ايضا هذا الحجم 22، والشتر اللي هو 75 متر. اوكي، زائد طبعا هذا زائد الشتر الجانبي. طيب والستيل جا طلع عنا 451 كيلوغرام. 451 كيلوغرام، يعني تقريبا. طيب الآن شنو اللي بقالنا؟ بقالنا الكونكريت اللي هي طبعا بالنسبة للستيل هنا أنا درجت هي أما إنه آيتم أو بارت، أما بارت أو يعتبر كماتيريال، نوع من الماتيريال. فنروح للتايب ما نعتبره بارت، نعتبره ماتيريال. نكتب ماتيريال، نختار ماتيريال. أوكي أوكي، حتى الأيقونة تغير، الأيقونة ما تغير. إذا أريد أكون كونكريت مثلا، ممكن رايت كليك عليه، كوبي، رايت كليك، بيست، وبعدين دبل كليك عليه أغير إلى كونكريت. ثم الأدفانس، وهنا بالكوانتيتي هو عبارة عن فوليوم. أحذف هنا وأغير الوحدات إلى كيوبيك متر. اضغط اوكي، ارجع اجرب، احذف، جرب. اوكي، نشوف الكميات عندنا. الكونكريت هي فار 22 كيوبيك متر، اللي هي نفس الكمية، نفس هذه الكمية 22. كونكريت والستيل 449 والشتر